بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tupiha dhuharadak dhiyishtuwa lirduwe. Dhuharadak wa hudu eidhar al-masailu al-arba'a di ikhattar. Dhuhar ijayn dhuyusha matn yusha rwe yukhtul tiha sharh dhuyusha rduwe. Dhiyishtuwa lirduwe inshaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. I'alam rahimak Allah annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Инхиетен бечу Аллахан царц, он хаил, Аллаху ах, инхиетен барк, он диекар хилар, ди ум аандар, он массан диекар хилар, ди ум аандар. Ал-Ула Ал-Ильм, вахуа маарифату Аллахи, ва маарифату Набийихи, саллаллаху алейхи ва саллям, ва маарифату дини ль-Ислами бил-Адилла. Ал-Гарник, Ильмду, Ильма, Аллах ваузарду, тенпаймар, саллаллаху алейхи ва саллям ваузарду, Исламан дин да узарду шиедали юштани. Аттани аль-амалу бих. Шоло нег ац-иммит амал ярду. Аттталисату дда'вату илейх. Коол нег ац-хуманги наах кайкар, наахик дда'ваттар. Ац-илмик иш койкш, ац-амалик иш койкш. Ар-рабиату ссабру алал азафих. Деол нег ац-нег дяг собар я хилар. Ханта айтлашал халуан шалга, зиян шалга. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أتدئ من دليل دو الله ودادو سندو آيت الله ألدو بشنر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر خيمت دوي بؤس بوق الله إن الإنسان لفي خسر بقول درج أدم إيش معمدو إلا الذين آمنوا الله تيشاتشا وعملوا الصالحات ديك عملي نرش وتواصوا بالحق بقوان تبسيحت نرش ووشا وتواصوا بالصبر صبر توشا بسيحت نرش بوتر بقول درج أدم إيش معمدو الله تيشاتشا ديك عملي نرش بوتر بقوانت ويسيه دينرش شين يقع يخا صوبر توشا ويسيه دينرش موترش تلتع شيخ وبوخ وقال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم إمام شافعي سدلت إنخي تنبول تنخ حق سورة حقع لا تسأل الله شين خلق أن توشلين هرت سورة بين صدوة سنير إتسع تؤش مدر تان حجة خل دعوات تان دليل خل دعوات وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل تأخطى إمام بخاري دعوة إنخية بول تنق إلا علم علم عمر عمل يرل حلق خلق لاتسا داقة شيجينين تعن داقة اشتاتي لنسوا داقة علم عمل يرل حلق داقة رديس خلقا دليل هدو علم عمل يرل حلق عليه خلق دليل هدو الله يديش نشدو فاعلم هون خائل لا أنه لا إله إلا الله بقول الله وترك قطعا ديل مواتشين عبادة تحق دوش واستغفر لذنبك حيقنا جيشتر أديخة حيقنا واشن جيشتر أديخة حقيقاتا الله وشين أمر عن خائل إل دش الله عمل الله حلق عينا تدولين هنزوي مت نيشر تلتها شرح ديوشر دوي تحتس مسألة ويحغم ديل ديك مسألة تحتس هالوش بسم الله الرحمن الرحيم شيخ وشي متنا قايلر يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الجوتع يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل
الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. Sündeş naşa bu kudur in hitemi çok in hitem de çok Allah ansarsa hun hayla Allah va in hitem bir ve masarna tiyahlar tiyadi qırğlar di xatır andır. Di xatır on telatır. Ayrıca ma xatu hoqalat deldo. Yani mabahis. Sumiyet masailu li enha yecibu an yusal anha ve an yu'na biha. Rüştelçe mabahis di hum eltarlo. Tara xatır. Ela und elç zerg der khatar wajib dol dir. Üç doğuz guatar. Ter me'na şantiqi guatar wajib dol dir masana. Yahtun dela di khatar ela zerg. Şolanik al ilm halganik al amal al ilm eyler ve iza ilm du ilmana yuqidu Allah ve uzar çün peymar sallallahu aleyhi ve sellem uzar İslam'ın din de uzar şeydeli yuş sani. Şolanik at ilm sani amal yer du. هنا شرح ديوشر دواء إن شاء الله. سبب ابتداء المصنف رحمه الله المتن بالبسملة. في جين دول ديش بسم الله دكتور دي دعول ورخوبة عندرت يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم العدول دعول دي ورقوي متن يهوبة عندرت يا تو بسم الله دكتور ديوحر تناقع بحن عقد الشرح شرح جوع اقتداء بكتاب الله وبالأنبياء عليهم السلام. İza Kur'an'ın te'avazırdu, Peygamber'in, Peygamber'in te'avazırdu aleyhimussalam. Mesela Kur'an hadilce, Suratul Fatiha'at ahadilce, miçtir da'du oluştu. Bismillahirrahmanirrahim el da'du oluştu. Şolana da, te'essiyen bimen qablehu minel ulemai ve selefi lezine kânet min adetihim bed'u tasanifihim bil besmele. Şil halkar da'bıgan bol aylam nâkhira, سلف شكرا مصل إيزر دو إيزا تير عادة يعون إيج خلا شي جين شي يزدر بسم الله دهقر دير دعدول در ثلاثة الثالث قول أغبعا من باب التبرك بسم الله الكريم ديل تسيح قان دوش ديل تسيح قان دير ديل تسيح قان ديش دول هما شي يتبركة دحش خلار تون ديلا بسم الله دهقان دعدول دينا تو شي جين. كما أشرنا في المقدمة أن من عادة المصنف أنه يبدأ بالدعاء لطلبة العلم ويسأل الله لهم رحمة الرحمة وفي هذا دليل على رحمة علماء أهل السنة والجماعة بطلبتهم ويحلغي حغمدر حق مصنفي أي هرجين يازن شن شيخ عادة عدو شاوذ الشيموت عيل مشتير دعدر الله يقى الله يرى تسانق الخيتم بيخر حقو قويتوين دوحر أهل السنة والجماعة بو عيلم نيخ شي موت عيلم شتسانق الخيتم يخلر كيد ميرس غلر شولغ أن الدين الإسلامي مبني أصلا على الرحمة إسلام دينا قين خيتم تيع دوغن خلر. العلم هو معرفة الحق بدليله وضده الجهل. علم إذا حق دوزر دو شي دليل تاني شي بوخ تاني تن باستني ديك أي تن دعال عليه تشدك جهلو إذا تعوم تدوزر دو الثاني العمل به إذا تو علم هذه نتوطع علم تعمل ير. قيل في بيان علاقة بين العلم والعمل يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أولش دو علم يقعي عمل يقعي يوشل أورغلات علم وعمل قويق قالت علم وجواب تلاحي علم دعديد أتن معن هدو يوج عامن دول علم عمل تسيح يعلم دوير دونا فلا فائدة في علم غير مقترن بعمل تحق طيد باتحون عام ديش دول علم تنساني عمل يش حواتح فإذا تعلم وجب عليه أن يعمل وإلا كان فيه شبه باليهود شي علم تعمتن دوزع تعمتن خائح واجب تدوش دوتن تعلم تاني عمل ير أم تو عمل إتايوي يهود شغتر له شوي يهودي شغتر له شوي لأن اليهود عندهم علم ولا عمل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هند أجأت يهود شكاح علم دو أما أتعلم عمل تيوتر الله وتار ليت ما الله الله وبو قرآن شو يعرفونه كما يعرفون أبناءهم تام يوزعون أي بيوتشك محمد صلى الله عليه وسلم تام يوزعون
Şey enti ma bozer, şey düzel hoş ma bozer, iş dik o yüzden tane. Boğa kudu ilme hıllahun tergah. Neyiz der ki hoşa hıllahun tern. Bela ha at ilmi tane amal yeş tıkhıla ter. Olsdu ve alimun bi ilmihi lem ya'amalen mu'azzabun min qabli ubbadil vesen. Tulhalga وأول من تسعر به النار ثلاثة منهم عالم تعلم العلم ولم يعمل به دحر شيخ جوجة تحل تريك قوحون تارخ تعوحون تارخ حلغر نقوحون علم ستك يعلم عام دين تنساني عمل تين وال شيع تاقى شعر يالو هقع شعر يالو شيخ وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن شيع علم تاني عمل ينول علم ستك شيع علم تاني عمل تين وال يعني شي علم ثاني عمل تين والعلم ستك عازب تقر مدعون تو عبادة ايدوشن عبادة يشجاري الله حلغ سبحان الله تلتها متن قائلر قولو خاتر الثالثة الدعوة إليه قولو خاتر دعوة تر أتهمني إيهما علم دو عملو أت علم عمل دعوة تر قولنك تن شرح ديوشر دوي للدعوة شروط وضوابط يجب أن تقوم عليها ومن أهمها دعوة شيء بيخكم شبو شيء بقوان شو اش لرطة يشوج تاريخ أقري كورت تاريخيو دحر أن تكون الدعوة خالصة لوجه الله تعالى دعوة دقخ تن الله دحر شغلانك أن تكون الدعوة مبنية على العلم الشرعي شغلانك دعوة شين أورمح شرع علم ثاني دوزن خلر علم دوش دعوة مودي دعا قولانك أن تكون الدعوة بالحكمة والصبر وبالصبر بالحكمة والصبر دعوة حكمة ثاني صبر ثاني در بألغة أن تتم مراعاة أحوال مدعوين دو ايغ دعوة داش بو نيخا حيلش دوزر هنت ايغشا هورستاجي حل خيط لشترلا دليل على هذه الشروط اتبيخ كم شوية هيتحق بن بولا دليل دو إذا قوله تعالى قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله وقرآن شاء الله قل هاي محمد الله هذه سبيلي هرسا يقبو أدعو إلى الله على بصيرة أسا ديلي قويق بلقل دولو علم ثاني أنا ومن اتبعني أسا سنت إحيطا جارا وسبحان الله مسؤوش نتس إنوقي الله وما أنا من المشركين إشتا مشرك نيخغ مواتسو إشتا ديلت ناقوست لو تشارغ مواتسو قل هذه سبيل إيلر الله هو دوحر آية تنقع أعالا هرسا يقبو أزعلو اشترق المشار إليه هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والسبيل هو الطريق أزعلو اشترق بايمر صلى الله عليه وسلم شيز دي اندول شريعات دو سبيل بوغا نقبو إز أدعو إلى الله أزديلي قويق الداعي إلى الله هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله الله يقويق شوير ملو ناخ الله يقويق شوير ملو إذا تنيت دولش دقر ناخ الله يخبر زي لوك شوير بوغز على بصيرة أي بصيرة ثاني قويق الله البصيرة هي العلم وتشمل هنا العلم بصيرة بوغا إذا علم بودو قزح علمو شين شو قهم جلوت أول العلم بالشرع علم الشرعي الشرع علم دوزر الشريعة دوزر هنا الشريعة عن دوز سخلجة أحد شريعتك ناه قوي قيودات شو الله نك حال المدعو أي دعوة ديش وشن حال دوزر قول نك الطريق الموصل إلى المقصود نقبوزر هون نقبوز هونلو شدل همان أهلوخ شدل همان تبيوش بو نيس نقبوز كأن المؤلف
رحمه الله تعالى يقول: إذا تعلمت ثم عملت وجب عليك أن تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، حيث قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن لابد من الدعوة. غير يزدين شؤال وركودو إلتشا حلم عام ديش تنس عمل يش وضع واجب دوحون بايما لي صلى الله عليه وسلم تنسحى بشي ويسلف شي خلبو نيق تغلو حد عوخر إيهو نيق بو إلتشا الله أردو ديشنش دارير قوي قرآن جا قل هذه سبيلها هاي محمد أعالح هورا سنيق بو أدعو إلى الله على بصيرة أنا أسى الله يقويق بالقلد العلم ثاني أنا ومن اتبعني أسى سنت أهي التنشارة سندل حخلو شوالح تاريخ منش بوش بيمرو ألش أسى سنت أهي التنشارة عطارة خلو شوالح حونت أعدو ناخغة دعوة تر بالقلد العلم ثاني سلطها دي الله خاطر. الرابعة الصبر على الأذى فيه دي الله خاطر الصبر دو أتسنيك تحون تعيك بوش الخلوان شحلغة. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أتوي حاغين دو دي خاطر دليل دو سورة العصر قرآن شعدو دي خاطر دو حر عندو إيلروي شالغة أتعلمت عملي إيلروي أتعلمت يشل عملي إيلروي قوة دعوة إيلروي أتنك أحنا قيقشتو يودي الله الصبر صبر در أتنيك دا حين تأكلش الخضو إن شاء الله أتدي خاطري دليل هدو إيلشا الله يبيش نجدوك الله قرآن جعبو والعصر خينت دوي بوأس بوقل إن الإنسان لفي خسر بقول در كدم إيش معمدو إلا الذين آمنوا الله تيشا تيشن وعملوا الصالحات ديك عمل ينرش وتواصوا بالحق بقوان زوشا بسيت دينرش وتواصوا بالصبر صبر زوشا بسيت دينرش بوترش شرح ديوش الدوية. ذكر المصنف رحمه الله بعد دعوة الصبر وكأنه يقول لك إن الذي يسلك هذا الطريق تحصل له أمور كما حصلت للأنبياء والرسل عليهم السلام فلا بد من الصبر. دعوة هذا الجودع صبر غليظ دار الشيخ قالوا أرقز عهد إلتشاء بقل حقنوك أر ويلستق تنتعي الترمى يتعاشيكو يوجخلون شاء بالنا شاء ديل إلتش نشان ديل بايمرشان اشتعي ما يلر إشتا تنديل عن خوئي صبر سغلشي شاءتهم سودع الصبر لغة الحبس صبر بوغ هبوغ دو إدواش عربو إدواش دو إز تنمعنا شا تعمعن دو ستر ستور شرعنقاح تنمعنا حبس النفس على أشياء وعن أشياء إذا شي سا ستدر دو إز تحوم بردح يشي سا ستدر دو إز تحوم تديش. قسم الإمام ابن القيم رحمه الله الصبر على ثلاثة أقسام. إمام ابن القيم صبر كأديقي ديق وإلا دو حرنك الصبر على طاعة الله حتى تؤدى دو حرنك الله نتأخل شيش العمل تانتع أحصبر در يش أحقوت شللت مثلا عرلا مصحلو تروي ستسلح غيتا نابر أخوال ومزئت إلامز دعوة إلامز شقدر الصلاة أهداتي دلها أتعمل تح صبر ندي صح صبر يعفلي يصحو شغله نجا الصبر على عن معصية الله حتى تجتنب صبر خلر قنوش نحلغة تارخ حجين والد يهبودو مسوا شيء وتعقلت دي ال دقدو اتقون تعقو عملي ال يقتلت ثلاثة أتتح صبر يا خليه يصحو أتديل ريز وشلهم ناقين ولا صبر خليه يصحو يقع تأقى الله عنده أح صبر دع يقتل تيش الله يكر شورتي الله خيرهم. الصبر عن أقدار على أقدار الله المؤلمة قوة
الله وحون يازدين دو زين ش خلون شنا تح صوبر تردو. بعد ذكر المسائل الأربعة ساق المصنف رحمه الله الدليل عليها من الكتاب وهي سورة العصر، والمؤلف رحمه الله دائما يذكر المسائل مقرونة بالدليل. لماذا؟ إتي خاطر حجم جوتع شيخ دليل دا دو أتدي خاطر دليل سورة العصر دو إلى روي تأخ هر جين يزن شو دائما دليل حق دوق حقوة شهور شي دوق شدو ديشن هند حق دوتو إيش دليل هدو إباحن تأخ شرحن قاعدة دو حتى يربي الطالب على اتباع لا على التقليد شي متعيم عام ويش تأخذتو إيش إيش دليلش بايمرا نيقتع إخلت بايمرا نيقتع إوازت قران تاع سنة تاع إخلت تشبعك دا قولا ملو إولا تنتقن تاع إتوالت سنة إلا دليل الشان تاع عام وتوشي متعبا شي قرع المحا يوتشيك شغلنك حتى تكون عند طالب حجة يرد بها على المخالف أتعين عاميش أتعين وقت شنقاح حجة خلت دليل شخلت شنقاح تحقيقا إني سوات يحويتن ريز وش تدش تلقمي وشن ريز وش يإني سوات بوغشنا بحلتو إش إدليوش حدالي دوش قول حتى يكون للطالب قدرة على استنباط الأحكام من أدلتها على أسس سليمة إدليل إدموت عيل ما عامتا آج شر حديش شر أحكام شحداغ ديل حكم نش آداغ أتحديش شر آج شر إشداغ ما ديزر سلطها إمام شافعي إمام البخاري ديش نشعده شيخه قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم إمام شافعي إزدال قنخي تنبولت نخ حق سورة حق على تألة الله شين خلقا تيشل نهار تسورة بين سدوى السنعر إتاع تيش مدر تان تيشل تان دليل خلقوات وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل إمام البخاري دال إنخي تنبوت نخ الله علم عامور عمل يرو حلخ خل رغلاتنا داقة شي جينين داقة إش تتلانسوا تاقى علم عن علم عمل الحلق داق ديز الشخلرا دليل دو الله آية حون خائل فعلا حون خائل لأنه لا إله إلا الله إي الله وترق دا قطعاء ديل تخلط جين عبادة تحق دوش واستغفر لذنبك حقنا جيش درق ديخا حقنا شن جيش درق ديخيلا وقوات الله شين أمر خائل حون إلا دشل عمل حلق علما تدولين قوين توقع شرح مقصوده رحمه الله أن هذه السورة وحدها تكفي لقيام الحجة على الخلق ليتعلموا ويعملوا ويدعوا ويصبروا فما بالك بباقي سور القرآن فالقرآن كله حجج إمام شافعي سأل إيغرق الله هرت حسورة بيت سدوى سيناري دليل ثاني شي دليل دوش حجة دوش شي خلقا إتعى سورة تؤر مدر ثاني إبور قدويكي الله إتعى سورة بين سدوى سيناري إتؤش در مصو خلقنا قد عدو سورة قرآن شو سورة جدوى سأتا ديش إتعى دلاري تؤش در إبور قدويكي أج ها إبور داتي إآلغي تركودر إلجا تو بوغ كودو إلجا دال إنغيتن بولتنغ أتدي خاطرن تويشل دال ديش أتدي خاطرن ويحاغين دول تويشل دال ديش أتدي خاطرن دليل دولش هارتح سورة تؤش در يعني تاك دعقا جينا الله أتسان سورة جوح تسان تأخذر إعلم عاندر تنت عمل ير تنت عمل ييش خلر تنجناخ قيق بيش خلر قيق ببيش خلر يخاء أتنوقع صوبر دا ديش خلر
تدي همان دليل هر تحس سورة تقش ما دربوه وقدو يديش نش تأقى قيد عدو قرآن قرآن سورة شتان لا تقول يدوح اي قرآن دق دليل خلج دق حجة خلج سلطع بوب أمير المؤمنين في الحديث كتابه صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل وذكر الدليل فلا بد أولا من العلم قبل القول والعمل فلا يصح أي عمل بلا علم وإلا كان فيه شبه بنصارى بالنصارى شين صحيح بخاري أولش دول جين جوح تحنديقه إلا حديثا قا أمير المؤمنين ولش إمام بخاري رحمه الله إما دشل عمل حلخة في البيزة يخ تندلل حقدرته ويا مغبر فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ونخالع الله وترك خشين عبادة تحا حق دوش تحا تخبر تلتها حيقين وشنجيه تدر ديغا عمل تحتيتا علم حوالا تحتيتا الله شيء آيات شوح أحا حقدين يح حقدين غلاسنا تحا دوش داق إشاتون أحتا عمل عمل شخص عمل إشاعات أتشينه ميل أتعمل يل أتدشل حلخة دل نيستل عين داتع خيطرلوش يات نيس خيطرلوش يات تا عمل عين تاني يوخ شاتع نيستل علم تا عين دوتش عمل يحغورتي علم دوتش تا عمل يحغورتي كيرسنا غطرلو هونت إلتش أتكيرسناغي تاع علم دات تاع علم دوج شورت عمل شيوتر تاق تطع ويدو حرداق المسائل الأربع شقيلة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.